عاملين ايه؟ وحشتنا جدا جدا. احنا الفيديو اللي فات زي ما عدتكم اخواتي هيبقوا معانا في الفيديو محمد واحمد، والنهارده هنبدا بفكره فيديو تحدي جديد. وبما انكم شجعتونا اكتر هنستنى تشجيعات منكم كتير برضو، افكار في التعليقات كتير. فاحنا النهارده حابين ان احنا فكره التحدي تبقى عباره عن ان انا هسال بابا وماما اسئله، هنشوف مين اللي يعني مين يعرف فيهم التاني اكتر. يلا نبدا. نبدأ بالسؤال الأول لبابا، إيه أكتر فيلم ماما بتحبه؟ أيوة إيه؟ إيه في الهند؟ لا ما أعرفش أسامي. طبعا دي كانت تجربة، هي كده صفر لبابا. يلا ماما خدت نقطة. السؤال الأول لماما، ايه أكتر فيلم ماما بيحبه؟ أفلام إسماعيل ياسين. زي فيلم ايه؟ إسماعيل ياسين في الحربية، إسماعيل ياسين في الحاجات. صح؟ لا طبعا. لا صح. لا صح. لا صح. لا صح، مش هنكذب. صح. السؤال التاني لماما، ايه أكتر أكلة ماما بيحبها؟ المحشي. صح طبعا. مش هنكذب. لا طبعا. المحشي. والله أبدا. طب ايه؟ المكرونة بشاميل. المحشي. والله المكرونة بشاميل. المحشي والله. المحشي والله. هو كده. كده حاجة دلوقتي متعدي. السؤال التاني لبابا، أكتر أكلة ماما بتحبها؟ أكتر أكلة؟ المكرونة بشاميل. الفسيخ. أنت ما قلتيش حوادث. انت ما قلتيش حوادث. السؤال الثالث، ايه اكتر اغنيه ماما بتحبها؟ مش المفروض السؤال ده يبقى ليه؟ لانه انت مركز عليا. اكتر ايه؟ اغنيه. اغنيه هاني شاكر. جماعه هاني شاكر. لا وهاني شاكر. لو تعرفوا أصالة. ركز على أمك. بتبص لأمك شوية. أنت اشمعنى كل الأسئلة دي؟ يلا يا ماما سؤالي. سؤالي. حاضر. بابا كان بيحب يلعب إيه وهو صغير؟ كورة. على طول كان يسيب الكتب ويروح يلعب كورة. صح؟ صح يا كتاب؟ كنت بلعب بينج. لا 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 صح. لا لا كان بيحكي عليها والله بيه. روح العب كوره والله يا بيه. ماشي ماشي بس انت كده عشان كوره. صح كوره بس انا لا 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 لا. اكتر لعبه ماما كانت بتحب تلعبها وهي صغيره؟ ها؟ على القش. كنت الطايره. انا بتغلب انا بتغلب. والله كانت بتلعب في القش على طول وهي صغيره. كنت الطايره. فاكره عيد جوازكم؟ 28 4 28 4 دخله. صح. طب سؤال ليكم الاثنين، فاكرين تاريخ اليوم اللي تعرفتوا على بعض فيه؟ حرام. انت بتجيب اسئله دي منين؟ احنا فاكرين يوم الحضيض. طبعا بعد مناقشات كتيره عن مين الكسباني ومين الخسران. رقم واحد. رقم واحد. طب انا عندي فكره حلوه. حمدي 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 حمدي. هو حاجه طلعت كتير. صح. عايز فكره حلوه، احنا نعمل تيم لزازه وتيم لحمدي ونشوف برايكم انتوا مين الكسبان. اتفرجوا على الفيديو تاني وبراحتكم، بس تقولوا لنا بسرعه في اسرع وقت عشان الفلوج الجاي ان شاء الله هندي 200 جنيه للكسبان، والخسران هنحدد له عقاب من رايكم في الكومنتات. يا رب يكون التحدي عجبكم، وهستنى رايكم في تحدي جديد. ما تنسوش تشتركوا في القناه وزودوا عدد المشاهدين. صور الفيديو ده 30,000 لايك، ولو زودتوا اللايك ل 30,000 لايك هنعمل تحدي جديد ويوم جديد من ايام زوزه وحمدي، بالتحدي ما بين اي حد فينا اللي انتوا تختاروه، ما بين سيان بقى اي حد في العيله. وما تنسوش تزودوا زياده المشاهده، ويوم جديد من يوميات زوزه وحمدي. مع السلامه. باي.